ثواني بس، احنا مش كنا متفقين ان رمضان صبحي وحسين الشحات كان اختيارات لابد منها عشان خاطر احنا ما عندناش اطراف؟ طب ازاي بس بنتفاجئ لما اللعيبه دي بتغيب ان احنا ما عندناش اطراف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تعادل الاهلي النهارده قدام بلاتينيوم ستارز اللي هو ما كانش واخد ولا نقطه، ودي اول نقطه ياخدها في التعادل مع الاهلي، فناس كتير قوي هتروح للاصوات السهله اللي هي هاجم المدرب بعد اي تعثر. يا اسطى ما هي نفس الناس اللي كانت بتطبل لفايلر وكانوا بيقولوا عليه ان هو مدرب عالمي وماشي ماشي على خطه جزئيه. طب هو الراجل النهارده يتحمل نتيجه اي حاجه؟ لا، ما انت قلت ان الراجل يتحمل نتيجه الاختيارات، يبقى انت معلش يعني انت بتظلمه وخلاص. الراجل عنده اصابات تهد اطلعها فريق، الراجل عنده اصابات هيبدا يطلعها فرقه. هتقول لي في بدائل لحسين الشحات رمضان صبحي؟ هقول لك لا لا لا، الناس اللي قاعده لهم دكه بعيد عنهم بامطار كتيره قوي، وحسين الشحات رمضان صبحي فارقين عنهم بكتير، فلما هينزلوا مكانهم هتلاقي ان الجوده اختلفت. لو انت يعني فاهم ان احمد الشيخ لاعب هو ومشت الاهلي فالموضوع بتاعك انت. اما جيرالدو فجيرالدو شفنا ان هو لعيب سريع ما عندوش اي حاجه بيمتلكها غير السرعه، حتى الكورسات اللي كان بيعملها في البدايه دلوقتي بطل يعملها علشان خاطر مهتم ان هو يدور على اي عرض علشان خاطر يمشي. اما جونيور اجاي احنا عارفينه، لا هو مهاجم ولا هو هاف، اللي هو حطه شادو سترايكر واتفرج عليه، غير كده مفيش اي حاجه. الاهلي النهارده كان سيء، الاهلي النهارده كان سيء جدا، بس سيبك من كل الاطراف، اللي كان اسوء لاعب في الملعب هو علي معلول. علي معلول عمل 90 دقيقه ممكن يكونوا هم ال 90 دقيقه الاسوء في مسيره علي معلول من اول ما بدا يلعب كره مع الصفاقسي. علي معلول النهارده كان اوت اوف كل حاجه، اوت اوف فورم، اوف بوزيشن. الجون الاول اللي جه في الاهلي ده فضيحه للرباعي الدفاعي، الرباعي الدفاعي الكره اتلعبت ورا علي معلول، وبعد كده اتلعبت ورا احمد فتحي، وبعد كده في العمق خلصت، وايمن اشرف فاهم ان الكره اوفسايد وما بصش على علي معلول اللي كان واقف على خط المرمى، اللي كان واقف مغطي الاوفسايد. يعني في حاجات كتير قوي في الاهلي النهارده كانت بلح. طيب هو الاهلي الاصابات هي اللي بوظت الدنيا كده؟ الاصابات بوظت الدنيا، غير ان نص الملعب بتاع الاهلي فيه مشاكل. محمد مجدي قفشه ممكن يكون لاعب ممتاز جدا في الدوري المصري، بس هو في افريقيا وفي وسط الالتحامات وفي وسط الاجواء والتنافس الكبير جدا ممكن لاعب ما تلاقوش بنفس المستوى اللي موجود عندك في الدوري. يعني تقول ان محمد مجدي قفشه وعمرو السوليه هم اتنين لعيبه بيجيدوا في الدوري المصري ومش هيجيدوا في دوري ابطال افريقيا، ودي حاجه ممكن ارنك عليها من هنا لحد الصبح. هل سكواد الاهلي مرشح ان هو ياخد دوري ابطال افريقيا؟ الاجابه كلنا عارفينها هي لا لا لا. سكواد الاهلي متاح ان هو يوصل لادوار اقصائيه وممكن يوصل لدور اربعه بالصدفه او باي حاجه، انما كبطوله الاهلي الحالي صعب. الاهلي لا يمتلك خط دفاع اطلاقا، الاهلي عنده اثنين مساكين عندهم مشاكل كتير، رامي ربيعه لسه بيحاول يرجع مستواه اللي كان موجود من 3 4 سنين، ايمن اشرف لاعب كل موسم في الحقيقه ان هو بيعرف يبني كوره من تحت وبيحاول يغطي علي معلول على قد ما يقدر، واحمد فتحي الناحيه الثانيه عنده مشاكل هجوميه وبرده الحاله الدفاعيه بقى لما بيواجه باكات سريعه او هفات سريعه بيعملوا عليه مشاكل. محمد هاني لسه برده عايش في دور الطفل الصغير اللي لسه بنسامح له في اخطائه الدفاعيه وبنحب قوي كورساته الهجوميه اللي هو بيعملها، ولسه كل حاجه زي ما هي. نص الملعب عندنا اليو ديانج هو الوحيد اللي ممكن تبني عليه في نص الملعب، غير كده الموضوع صعب جدا. فالي وحمدي فتحي لما يرجع بالسلامه هم الاثنين الوحيدين اللي ممكن يشيلوا خط نص الاهلي في افريقيا. اما الشق الهجومي فالشق الهجومي زي ما قلت لك رمضان صبحي وحسين الشحات وقدامهم وليد ازارو او مروان او حتى اختيار فيرو الجديد. الاهلي بالقائمه الحاليه الموضوع صعب. الاهلي النهارده كان سيء، الاهلي النهارده واجه فريق هو يعني اتفاجئ بيه، الاهلي اتفاجئ بالبلاتينيوم ستارز واتفاجئ بالهجمات المرتده، البلاتينيوم كان بيعملها واتفاجئ ان البلاتينيوم مركز على علي معلول، البلاتينيوم النهارده كان بيلعب على علي معلول بس، والاهلي برده كان في جريمه اللي هي عدم رجوع جونيور اجاي لمساندة علي معلول، جونيور اجاي كان بايع علي معلول وكان مسلم علي معلول للاثنين اللي كانوا بيلعبوا عليه، علي معلول كان كل كره بيستلمها كان بيواجه ضغط من اثنين او ثلاث لعيبه، اول ما الكره بتتقطع منه بتلاقي ان في وابل الهجمات بتتلعب ناحيه علي معلول ومفيش اي حد بيسانده غير كهربا اللي لما نزل الشوط الثاني كان هو جونيور اجاي بيبدلوا مع بعض اللي هي 4 4 2، وتغيير كهربا فرقت في اول 10 دقائق، الاهلي لعب اول 10 دقائق ممتازه جدا وبعد كده الريتم بدا يقع واحده 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 لحد بعد تغيير الي ديانج الاصابه الريتم اتقتل تماما بمحمود متولي. زي ما قلت لك فكره محمود متولي ديفندر محتاجه شغل عليها كتير، بس محمود متولي لما ينزل الملعب واللي قدامه بيكونوا سيئين والنهارده الاهلي ما كانش موجود تماما فالموضوع صعب. الاهلي لسه بيواجه مشاكل في افريقيا، لسه بيواجه مشاكل في افريقيا. الاهلي طول ما هو بيلعب على ملعبه عنده اريحيه وعنده اسبقيه ان هو يكسب اي حد. الاهلي اول ما بيطلع بره ملعبه الموضوع بيبقى صعب جدا. ما تعرفش رحلات بس تبقى شاقة على الاهلي، ما تعرفش الاهلي بيواجه صعوبه في اللعب في افريقيا ليه، ما تعرفش الاهلي عنده مشكله في الخروج بره ملعبه وان هو يطلع بنتيجه
جيده، لان الاهلي دلوقتي دخل نفسه في حزبه بيرما وحزبه مشاكل كتيره قوي الاهلي ممكن يواجهها في المجموعه. الاهلي النهارده كان بطاقه تامين الصعود ان هو يكسب النهارده ويكسب ماتش النجم ويروح يخبط مع الهلال، مش محتاج من ماتش الهلال اي حاجه. انما النهارده انت بقيت مجبر ان انت تروح الهلال تجيب نقطه او تجيب 3 نقط، والهلال في السودان الموضوع هيبقى صعب ويبقى رخم، مش هيبقى مستحيل، لان الهلال في السودان ممكن تروح تعمل عليه نتيجه هناك وممكن تروح تكسبه هناك عادي. بس اللي مش مقبول ان الاهلي يفرط في اي نقطه قدام النجم الساحلي. ماتش النهارده ماتش للنسيان، اوعى تكون مستر اكتر ان فاير عشان تقول ان هو مدرب تعبان وان هو مدرب بيهبد وان هو لا، انت زي ما كنت ماسك له الطبله وانت مطلعه السما ما تنزلوش الارض بعد اول خساره او اول دروب. الاهلي النهارده عمل دروب عشان زي ما قلت لك في اصابات، عشان زي ما قلت لك الاحتياطيين مش بنفس مستوى الاساسيين. فالموضوع ده احنا بنواجهه في الاهلي كتير، اللي هو لما لاعب اساسي بيتعور ما بنلاقيش ان في بديل. الموضوع ده جربناه مع مارتن يونو والكلام ده هرينا فيه كتير. بس انت لما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت وانت ما بتتابعنيش مع الاسف، ومش نفس الحاجه لو عملت لايك وسبسكرايب لاخوك، هارد لك على النقطتين اللي احنا خسرناهم، وان شاء الله خير في المرحله الجايه. ما نحاولش نخبط الدنيا ببعض لان الموضوع مش محتاج والموضوع مش مستاهل. بنتمنى ان الاهلي يكون اصابته خفيفه وان هو يلحق يلعب الماتش الجاي علشان خاطر ما فيش تسامح في اي نقط تانيه هتضيع. مش تخسر حاجه يا اسطى، لو عملت لايك وسبسكرايب لاخوك والله ما عيب ولا حرام، ولا تخسر حاجه يا اسطى لو دعمتنا وعملت سبسكرايب على الزرار الاحمر اللي تحت ده. وهارد لك يا اسطى، وزي ما قلت لك اوعى تخبط في فايلر دلوقتي، او اوعى تقول بعد اي مكسب ان هو عالمي، خليك دايما واقف في النص، اتفرج على النتيجه وتقيم كل حاجه بعينيك انت مش بعين اي حد بين ايديك.